حقيقة نحن في قيم لا نطلق عودا، ولكن نلتزم ببرنامج قيم العام، وألتزم ببرنامجي اللي اليوم موجود وعند يعني مواجهة المواطنين والتواصل معهم. نزودهم ببرنامجنا، سنلتزم، وأهم النقاط في هذا البرنامج بأننا في قيم لن نكون جزءا من المحاصصة الطائفية والسياسية، لن نكون جزءا من منظومة فساد، ندفع باتجاه تحقيق كافة المشاريع اللي تحل كثير من الأزمات، منها السكن، منها متابعة الواقع التعليمي، الواقع الصحي، الواقع الخدمي للمواطنين. هذا ما سنعمل عليه، وسنكون مسؤولين بكل ما قدمناه من التزامات برامجية. طيب. للمواطنين، إننا سنعمل على هذا الموضوع.